تقوم دائرة البيطرة المستشفى البيطري التعليمي في كركوك بحملة الربيعية والتي بدأت من 1/4 وتستمر لغاية 1/6 لقضاء على قرات والتي تعتبر الناقل الرئيسي للمرض الحمى النزفية. وبدورنا قمنا بتشكيل 32 فرقة موزعة على عموم محافظة كركوك للقيام بحملات الرش والتغطيس الحيوانات ورش الحظائر. الحملة الربيعية للرش والتغطيس مستهدفين تغطيس أغنام بعدد 100,000 رأس من الأغنام في قضاء الحويجة، وعمليات رش الأبقار والجاموس مستهدفين 25,000 من الأبقار في قضاء الحويجة. أما رش الحظائر فكمية كبيرة جدا من الحظائر سوف يتم رشها وتعفيرها وتعقيمها، كل هذا هو للوقاية من مرض الحمى النزفية التي تنتشر في فصل الصيف. ونهيب بالأخوة المواطنين عدم شراء اللحوم غير معروفة المصدر أو مجهولة المصدر، وإنما يفضل شراء اللحوم المختومة بختم المجازر والمجزورة في المجازر الحكومية المساءة المجازر رسمياً.